لعبها في ليفا احنا في الدوري. أحبتنا في كل مكان، أرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة أهداف. تبقى أهداف عالقة في الذهن في حقب مختلفة من عمر الرياضة الكويتية أو حتى الخليجية. فرحنا بها كثيرا، حزننا فيها كثيرا عند الخسارة، الفرح عند الفوز. هكذا هي عالم كرة القدم، وهكذا هي الحياة، فرح وحزن. سنبقى معكم بإذن الله تعالى في الكرة أهداف. بعد الفاصل سنبدأ المشوار. في 24/10/1991 في البطولة الخليجية لعب فريق النادي العربي والنصر العماني، والعربي كان عندهم اثنين لعيبة كل يقول الزود عندي، أسامة حسين ومنصور باشا. تبي تعرفون أسامة حسين ومنصور باشا شنو سووا؟ خلونا نشوف. وهذه الضربة الركنية اللي راح يلعبها أحمد عسكر في الدقيقة 28. أحمد عسكر وتلعب الكرة خطرة، جول! ها جول! وهذه الضربة الركنية، هذه الضربة الركنية اللي نبيها يا أحمد عسكر، مسجل منها في الدقيقة 27، في الدقيقة 28، في الدقيقة 28، في الدقيقة 28 يسجل أحمد أسامة حسين. أسامة حسين، أسامة حسين هو اللي يسجل الهدف. أحمد وفاضل، هذه عادة من أحمد عسكر. شوف فاضل لعبها لمسة حلوة، أسامة حسين يلعبها. شوفها رقم 2، تستاهل يا أسامة على الجول الحلو، جول حلو من ضربة ركنية. هذه عادة أيضا، هذه عادة حلوة كرة يطلعها اللاعب، طبعا الكرة على طول وتوصل ناحية سامي اللنقاوي. أحمد حلوة ملعوبة، ما فيها شيء. منصور باشا مع عمر، منصور باشا والله منصور حلوة. الله يا منصور، والله انك منصور على الكرة. حلوة يعدي فيها ويعلقها فوق في الدقيقة 15. الهدف الثاني، وهذا الشيخ بندر جابر الأحمد الصباح، رئيس نادي العربي ورئيس الوفد، رئيس وفد النادي العربي. هذه عادة، شوف منصور يغطي عليه، لكن يحاول يموه في جسمه ويعدي منه، مرة ثانية يعدي، شوف شلون، ويطلع لحارس المرمى ويحطها بالزاوية الثانية. هذه حلوة، كرة حلوة. هذه عادة مرة ثانية، هذه عادة أيضا، وسمعوا بالإذاعة أيضا إعادة. شوفها قوية، وقول حلوة. اثنين العربي في الدقيقة 15، وهذا علم الكويت. الدوري الإماراتي في التسعينات كان مميز
وفي الثمانينات كان مميز، تراجع خلال السنوات الأخيرة، لعب الوحدة والوصل، وكلا الفريقين يملكون عناصر مميزة، وكان مع نادي الوصل رشيد الداودي، تذكرون لعب لنادي الشباب السعودي، اللاعب المغربي كان لاعب مميز، وكان الدوري الإماراتي كما أسلف الدوري متع ناظريك، تراجع خلال السنوات الأخيرة اللي ما عادت النجومية اللي كانت موجودة في تلك المرحلة، ولا عاد النجوم اختيار اللاعبين الأجانب يثري الملاعب الإماراتية، وكنا نتمنى يكون أكثر من ذلك. دعونا نشاهد هدف الوصل ورشيد الداودي. إسماعيل راشد راح يجريه مدرب فريق نادي الوحدة مارينوس بدخول أديب عبيد، ضربة حرة مباشرة وقوية وخطرة، جول الداودي، الداودي فعلا بيعملها الداودي، بيعملها الداودي وبيسجل فعلا قذيفة من قذايفة، وهدف، هدف أول في المباراة النهائية، هدف أول في المباراة النهائية بيسجل الداودي فعلا بكرة فعلا بعاداته وبأسلوبه المعروف عنه، الداودي، الداودي بيسجل بالتالي هدف المباراة الأول وهدف الوصل الأول. شوف شوف بتمر وصعبة وبتمر على عبد الباسط وبيسجل بالتالي، شايف شايف بتخدع أيضا عبد الباسط، رايح على هفة ودائرة وماشية تماما أيضا في الزاوية المخطط لها من جانب الداودي، وبالتالي الداودي، الداودي يضع الوصل في المقدمة ويسجل هدف المباراة الأول. شايف 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 فرحة، فرحة جماهير الأصفر، الأصفر بالهدف الجميل، الجميل تماما للداودي اللي بالتالي، وأيضا شايف 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 هذه فرحة أهداف، أهداف. دقيقة، ثمان دقائق، محاولة بالتالي، كرة من أديب وكونتي، خطرة، بيعملها كونتي، بيعملها كونتي ويعيد العنابي إلى المباراة، بيعملها بالفعل ويعيد العنابي إلى المباراة من جديد، وما في حد أحسن من حد أبدا 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 أبدا، الداودي بيعملها بنفس الأسلوب وكونتي بيرد عليه بنفس الأسلوب، وحبايب حبايب حبايب العنابي والأصفر فعلا فعلا مباراة لا يمكن، وشايف شايف شايف، يا سلام يا سلام، عجيبة المباراة النهائية، عجيبة كرة الداودي، عجيبة أيضا كرة كونتي، وفعلا مباراة نهائية بتليق، بتليق بمناسبة، مناسبة أيضا الوفاة لقائد الوفاة سيدي حضرة صاحب السمو رئيس الدولة. شايف 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 جماهير العنابي، جماهير العنابي، وعندما حانت الدقيقة 38 كونتي يعيد العنابي إلى المباراة. جاسم يعقوب، جاسم يعقوب، أحبتنا في كل مكان، وصلنا معاكم إلى نهاية حلقتنا اليوم الكرة أهداف، إن شاء الله استمتعتوا في مجموعة من هذه الأهداف، بإذن الله تعالى هناك أهداف أيضا جديدة قادمة إن شاء الله يوم قد، إن شاء الله نلقاكم على خير، فالكم طيب إن شاء الله اليوم ودوم، مع السلامة. لعبها